الله رحيم براج عن التنسيقيه الوطنيه لضحايا امتحان الاهليه لمزاوله المحاماه، والمرافقه ديال الزميله ديالي اسماء الهزام اللي تم النقل ديالها البارح على يعني بحاله استعجاليه للمستشفى باش تلقى يعني العلاج والعنايه الطبيه. فزميله ديالي اسماء كانت الحاله ديالها حرجه جدا، والطبيب قال لنا انقذتوها في اخر لحظه، يعني لو انها خليناها زادت غا ساعه ولا شي حاجه لا قدر الله كان غتوقع شي كارثه وكنت غتمشي فيها. فمنين شافوها الاطباء والطاقم الطبي كله اللي سهر على العنايه ديالها، جاوا داروا لها الفحوصات وداروا لها كل شيء اللي خصو يدار، لقوا ان الحاله الصحيه ديالها ما كتسمحش انها تغادر المستشفى، بل والاكثر انها كانت بغيت يعني تغادر المستشفى وترجع للمعتصم. فالاطباء منعوها وحملوها المسؤوليه ان غادرت المستشفى، لان الاضراب عن الطعام الاول كان عنده تبعات ديالو، وكان يعني عنده اثار جانبيه على الصحه ديالها. ومنين زاد دابا الاضراب الثاني، فالحاله الصحيه ديالها تدهورات بشكل يعني خطير. فكنتمناو لها انها ان شاء الله الشفاء العاجل، وكنتمناو ربي يحفظ جميع الزملاء ديالنا المضربين، وان شاء الله يخرج هذا الشيء بسلام. وكنتمناو اننا نوصلوا لحل عاجل في اقرب وقت باش يعني تسالي هاد المهزله ديال هاد الامتحان اللي داز، والحل المنصف لهاد المرصبين. انتم بعد هاد الاعتصامات واش نجاوبوا معكم ناس مسؤولين؟ حاليا مهم بهذا الاعتصام كانوا الجمعيات الحقوقيه اللي زارونا، وباقيين عندنا امل في المؤسسات ديال الدوله. كاينين المؤسسات اللي نزيهه وشريفه وفعلا كدير المهام ديالها، وباقي عندنا الامل في المؤسسات. وحنا راه في الاعتصام، ولا كان شي يعني شي تجاوب فمرحب بكل مؤسسه وبكل مسؤول باغي يدير شي حل في هذا الملف ديالنا. غتكون شي خطوات مقبله؟ حاليا الخطوه ديال الاضراب عن الطعام راه هي اللي كاينه، وكاين ما بعد رمضان الا ما كانش حل انه غيضعفوا الاعداد اكثر ديال المضربين، ومع طبعا مع معتصم مفتوح. فكنتمناو انه ما غتكونش شي حاجه اكثر من هذا الشيء، لان الانسان يعني عرض حياته للخطر ولا يعني دار اضراب عن الطعام، شنو بقى ليه اكثر؟ يحرق راسه. فكنتمناو ان ما نوصلوش لهذا الشيء كامل، وكنتمناو انه يكون حل في القريب العاجل ان شاء الله، باش يعني شويه ديال جبر الضرر لهاد المرصبين، وحتى النفسيه ديال المضربين والعائلات ديالهم يعني شويه تحسن. كاين شي مره شنو المطالب ديالكم حاليا؟ احنا المطلب ديالنا هو امتحان شفوي، يعني اللي فيه جبر الضرر للمرصبين، يعني لهاد المرصبين اللي تم اقصاؤهم عمدا في امتحان 2022. ولا يعني امتحان 2022 ما غنتنازلوش عليه، ما غنمشيوش نمشي امتحان اخر ديال 2023 يعني 24 كما كيقول الوزير، ولا راه كاين امتحان جديد. ماشي حل لينا، هذاك عندهم مواليه اللي غيدوزوه، عندهم لمن غيفتحوه، حنا يديروا لينا حل في امتحان 2022. ومرحبا بالحل اللي يناسب الوزاره، واللي يناسب يعني من غير ان ما تقاس هبه الدوله والوزاره والناجحين، وطبعا انصاف للمرصبين. شنو الاقتراحات ديالكم انتم كحلول؟ شفوي استثنائي، الناس اللي يعني مرصبين. انا نشرح واحد الحاجه اللي 46000 ماشي كلشي مرصبه، وكنقول هذه الكلمه وكنتحملها لان المسؤوليه ديالها، لان لو كانوا فعلا مرصبين كانوا جاوا يناضلوا، كانوا جاوا يعرضوا حياتهم للخطر كما كنعرضوها حنايا. فالمرصبين هما اللي بقوا ثابتين على المواقف ديالهم، هما اللي كيناضلوا، هما اللي عرضوا حياتهم للخطر. فحل منصف لهاد الناس امتحان اللي من خلاله يختبروا الخبره ديالهم، واش فعلا كفء، واش فعلا كيستحقوا يولجوا لهاد المهنه، كما دار امتحان للمنجحين اللي داروه اللي نجحوا 1200 ويعني من غير معدل، فيديروا لنا حل للمرصبين. عندي واحد السؤال، يعني احنا في اواخر ديال شهر رمضان، ايام عندها واحد القدسيه، علاش بالضبط اختاريتوا هذه الايام؟ واش ما كانش مثلا واش مضطرين ولا يعني خلاها اللي قال مضطر اخاك لا بطل؟ ف
فالملف ديالنا والتطورات اللي وقعت فيه والتضليل اللي كيوقع عليه والتوهيم للرأي العام أنه طوية وأنه ما كاين حد وفرض وسياسة يعني فرض الأمر الواقع من خلال البلاغ ديال الوزارة ومن خلال يعني تعنت ديال السيد الوزير والوزارة تصرفات ديالها اللي دارت معنا وعدم الالتزام ديالها بالحوار اللي مشينا ليه خلانا أننا ندخلوا في واحد المرحلة التصعيدية ألا وهي الإضراب عن الطعام المفتوح في رمضان الناس صايمين وكيفطروا بالماء يعني الإضراب عن الطعام في رمضان ماشي الأيام الأخرى راه الأيام الأخرى كتشرب بعدا الماء وكدير السكر بعدا كدير باش بعدا على الأقل الماء ما ينشفولكش الكلاوي راه في رمضان ربما هذا الإضراب شبه حتى على الماء كتحسب تحبس الماء لأنك مسلم صائم كتحبس الماء واحد المدة وكتفطر بالماء والسكر وكيشربوا الماء واحد 6 سوايع كيحبسوا ثاني يعني هذا الشيء خطير جدا على الصحه ديالهم وهذا الشيء عنده تبعات وهذا الاضراب عنده تبعات ما بعد ما يرفعوه فهنا كناشدوا المسؤولين وكنقولوا لهم اعتبرونا ولادكم وديروا لينا حل احنا ما بغيناش نموتوا بهذه الطريقه احنا ما بغيناش نوصلوا لهذه المرحله ولكن ما درنا هذه الخطوه الا واننا مضطرون فرجاء لكل مسؤول في هذه البلاد لكل مسؤول يعني تقفي صاحب الجلاله يدير خدمته ويحاول يشد بيدنا وينقذنا من الغرق اللي احنا فيه اخر سؤال نتوما بعد الخروقات اللي وقعت في الامتحان الاول وكان فيها محابات شنو هي الضمانات اللي غتضمنوا في الامتحانات الجايه انكم شكرا على السؤال فعلا ما عندناش ثقه والوزاره اللي رصبتنا اول مره راه غترصبنا ثاني مره الا ما كانوش ضمانات فمن بين الضمانات اللي كنا طرحناها في الحوار ديالنا مع الوزاره انها تكون لجنه مستقله مشرفه على الامتحان وتكون يعني يكون نموذج فاش قالوا لنا امتحان مع العلم ان ما كناش باغيين امتحان كتابي ولا ما نديروش العصا في الرويضه ماشي مشكله كانت الوزاره قادره انها دير الامتحان في هذا يعني في دوره 2022 يعني امتحان استثنائي ماشي امتحان جديد يعني كاين اللي كيسمع امتحان كيسحب له راه امتحان جديد العام الجاي لا امتحان في هذا العام يعني في هذه الدوره ديال 2022 يكون لجنه مستقله نموذج تصحيح منصه الكترونيه اللي من خلالها كيطالع الطالب على الورقه ديالو طبعا اللجنه راه كتكون مستقله يعني هنا الضمانات يعني راه وعدم الانتقام من الناس اللي ناضلوا هادو راه ضمانات كافيه لان احنا ما جيناش باش نديروا العصا في الرويضه ولا بغينا نتعنتوا مع الوزاره ولا بالعكس بغينا حل يرضينا وجبر الضرر لينا لاننا حنايا فعلا مظلومين في هذا الامتحان الفاسد. ما تنساوش تابوناو فلاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.